فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. ويدل على ما ذكرناه ما رواه مسلم في صحيحه عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وإن من البيان لسحرا. وهذا في صلاة الجمعة، قال صلى الله عليه وسلم: إن قصر خطبة إن طول صلاة الرجل، يعني صلاة الجمعة، طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة، أي علامة من فقهه، أي علامة على فقهه وفهمه، الفقه المراد به الفهم. فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، فأولا أثنى على الذي يطيل الصلاة، صلاة الجمعة، ويقصر الخطبة، ثم إنه أمر أمرا بذلك. فقال: أطيل الصلاة، يعني صلاة الجمعة، وأقصر الخطبة. هذا هديه صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا عمله. كان صلى الله عليه وسلم يخطب كلمات معدودات مباركات كما جاء في الحديث، ولا يطيل الخطبة، وكان يطيل الصلاة، فيقرأ تارة بالجمعة والمنافقون، وتارة يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية. فهذا تطويل لصفة الصلاة، صلاة الجمعة، وكانت خطبته قصيرة يعدها الرجل عدا، ولهذا كانوا يحفظون خطبه صلى الله عليه وسلم، وكانت كلمات مباركات عظيمة، فيها قواعد وفيها توجيهات وفيها تعليم وفيها موعظة وتذكير وفيها بركة وخير كثير. فليست العبرة بكثرة الكلام، وإنما العبرة بالمضمون وجزالة اللفظ وقوة الأداء، هذا هو العبرة. وأما كثرة الكلام من غير ضوابط فهذا مما لا فائدة فيه، وهو مخالف للسنة ولا يؤدي الغرض المطلوب. فليت خطباءنا اليوم يتذكرون هذا الأمر، فيقصرون الخطب ويجزلون ألفاظها ويركزون معانيها حتى يفهمها السامع، لأنهم يخطبون في جمع كثير، والحاضرون مختلفون في إدراكهم وفي أفهامهم، فلا يركزون على الفئة المتعلمة ويتركون العوام، ولا يركزون على العوام ويتركون الفئة المتعلمة، بل يتوسطون بين هذا وهذا، ويراعون هذا وهذا. هذا هو المطلوب، يحضرها الأعرابي، يحضرها الحضري، يحضرها المتعلم، يحضرها الجاهل، يحضرها العالم، فهم يراعون حال المجتمعين فيتوسطون في الأمر. هذا هو المطلوب، وهذا يقتضي من الخطيب أن يعد العدة لموقفه هذا، وأن يعد الخطبة الجزلة المفيدة القصيرة المختصرة التي يستوعبها الحاضرون ولا تمللهم، وعليهم أن يطيلوا الصلاة. أما العكس فهو مخالف للسنة، وهو الواقع من كثير من الأئمة اليوم، وهو إطالة الخطبة، حتى إن أحدهم يظل واقفا ساعة كاملة في الخطبة، وينصرف الناس ولم يستفيدوا شيئا، بل استفادوا التعب والسآمة والملل. وإذا جاءت الصلاة صلاها بلحظة، فيقرأ في كل ركعة آية أو آيتين أو سورة قصيرة، فهذا خلاف السنة، وهذا خلاف واضح لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وإن من البيان لسحرة. لسحرة، يعني ليس المقصود هو كثرة الكلام، وإنما المقصود البيان، البيان الذي يسحر الناس، يعني يأخذ بألبابهم ويؤثر عليهم، وهذا من السحر الحلال. والسحر هو ما لطف وخفي سببه، فيطلق على كل ما لطف وخفي سببه، وكل ما يجذب الأفهام والأفكار، فمنه ما هو حلال ومنه ما هو حرام. نعم، أحسن الله إليكم. إذن كأن الشأن في الخطبة مثل الشأن في الصلاة، خالف الناس فيها من جهته. نعم هي الجمعة، يعني أي نعم، الجمعة المخالفة واضحة في هذا، أصيب مثل ما أشرتم بعض الخطبة يتمدح بالإطالة، تمدح بالإطالة، والمؤسف أنه مع إطالته وتعبه لا يفيد الناس، بل يخرجون كما دخلوا، فارغة أفهامهم
لأنه كثر الكلام عليه. نعم. وكلام غير مركز وينسي بعضه بعضا، وكلام مكرر وينسي بعضه بعضا، ولا السامع ما يستفيد من الموضوع الذي يتكلم عنه لكثرة تخليط في الكلام.